وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك وأحسن الله إليك عن هذه الرسالة، وهي رسالة متداولة في الواتس وغيره، وهي عبارة عن مزحة. يقول: الزوجة مريضة لها شهر في السرير، قالت لزوجها: اعمل لي رقية شرعية في رأسي. قام الزوج قرأ عليها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله قامت بخير وصحة، وسوت الغداء والشاي والقهوة، وغسلت البيت والحوش، كانت حالفة تغسل الشارع، بس رجعوها البلدية قالوا لها: هذا شغلنا. إلى غير ذلك. نقول: هذه الرسائل وأمثالها فيها مخالفات شرعية عظيمة جدا. أولا، هذا يدخل في باب الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في سورة التوبة، سورة المقشقشة، سورة الفاضحة، قال الله عز وجل محذرا من يستهزئ بدين الله عز وجل، ومن يستهزئ بشعائر الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. فالأمر فيها عظيم. الأمر الثاني، هذا يدخل في عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. فالرقية هي شعائر من شعائر الله تبارك وتعالى، وهي عبادة، إنها عبارة عن دعاء وتلاوة للقرآن. وقال الله عز وجل: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قال القرطبي والطبري وغيرهما: وإن من علامات تقوى القلب أن يعظم العبد شعائر الرب. ومن علامات تقوى القلب أن يعظم العبد شعائر الرب. وقال آخرون: وإذا وجدت العبد لا يعظم شعائر الرب فاعلم أن في قلبه مرضا، فاعلم أن في قلبه مرضا. والله عز وجل قال في أمثال هؤلاء: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الأمر الثالث، أن هذا يدخل في باب الكذب على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله. قال الله عز وجل في سورة التوبة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فلذلك هذه الرسائل الظلمات بعضها فوق بعض. رابعا، أن هذا يدخل في عظيم الإثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله يرفعه الله بها درجات. وقال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونذكر من يرسل مثل هذا الرسائل والإخوة الكرام الفضلاء بأنه سيكون ثمة يوم نعرض فيه على الله عز وجل وتخرج فيه كتبنا. قال ربنا تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سورة الإسراء. وقال ربنا تبارك وتعالى: لما يكون هذا المنظر العظيم من الذين عرضت كتبهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فإذا بهم يصيبهم من الفزع ما يصيبهم، فيقول ربنا تبارك وتعالى في هؤلاء: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنهيب إخواننا وفقهم الله جميعا إذا أرادوا أن يضحكوا يضحكوا بما هو يجوز وليس بدين الله والاستهزاء به. وهنا كتاب ماتع بعنوان من أخبار الحمقى والمغفلين للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، مليء بالفكاهات
وفيها البر والخير والصدق، وكلها بالسند المتصل لا مجال فيها للاستهزاء بدين الله. وأيضا كتاب البخلاء وكتاب الأذكياء وللجاحظ وغيرها من كتب الظرفاء التي موجودة في دواوين أدب العرب. اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر. وتذكر يا إخوان، إحنا في الأشهر الحرم، لا ينبغي الإنسان أن يظلم نفسه فيها بفعل هذه المعاصي. قال ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تذكر الله عز وجل يقول لك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم فيها يكون بفعل المعاصي وإرسال مثل هذه الرسائل التي فيها من المخالفات الشرعية الكثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل ضر، وأن يعيننا على قول كل خير وكل بر. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كما تحفظ صوتيا في عشية يوم الاثنين، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام ل 12 خلونا من شهر ذي القعدة الحرام لعام 40 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.